مساء الخير لكل متابعينا ومشاهدين فضائية النجاح. أهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من برنامج سكرين شوتس اللي منقدم لكم فيه أخبار الفن والفنانين العرب والأجانب، ومنحكي عن فنانين فلسطينيين وكمان عن آخر الأعمال والإنتاجات الفلسطينية. الكلام اليوم عن فنان شهادتي فيه مجروحة، فهو أستاذي اللي علمني أبجديات المسرح، ومثلي حتلاقوا كتير طلاب مروا من بين إيدين هالأستاذ وتعلموا معاه معنى التمثيل، أو على الأقل حتلاقوا اللي حضر مسرحياته وتابع أعماله. تعددت ألقابه، نقدر نقول عنه المعلم، الممثل، الكاتب، المخرج، الناقد، والكثير الكثير من الصفات. الفنان الفلسطيني الرائع الأستاذ سعيد سعادة. طبعاً قمنا بمقابلة مع هالفنان لنعرف أكثر عن أعماله وتجاربه بالمجال الفني اللي بلش فيه بالثمانينات. بدأ بسكتشات مع أصدقائه وقدم أول مسرحية عام 1987 من إخراج عزام عبده، وكان اسمها مسرحية الطوفان. أما عن أعماله التلفزيونية فبدايته كانت عام 1996. بين هالتاريخين في أعمال وإنجازات بطول الكلام عنها وعن تفاصيلها. اشتغل فناننا بمجموعة من البرامج التلفزيونية وفوازير رمضان على عدة شاشات محلية وعربية، منها مسلسل آه يا زمن، كفر اللوز، وبالإشارة أدلك في قرية كفر اللوزو أبو عطا اللوزي اللوزي أيوة جاي. وقبل ما يكون ممثل، الأستاذ سعيد هو شاعر وكاتب نصوص ومخرج لعدة مسرحيات، منها أضغاث أحلام، فلاش باك، لسنا ملائكة لسنا شياطين وغيرهم. ولما سألناه عن حبه للكتابة باللغة العربية الفصحى، قال إنه هو بحب اللغة الفصحى جداً، ولها السبب كمل دراسة الماجستير بمجال اللغة العربية، وبيعتبر إنه نظرية الفن الدرامي باللغة المحكية على إنه يكون أقدر على التعبير وتوصيل المعلومات هي معلومة ونظرية خاطئة، والدليل إنه العمل بالفصحى قادر على التعبير الواضح عن جميع المشاكل والأفكار. وكمان هو بشوف إنه من واجبه كفنان وكاتب إنه يحافظ على اللغة من الاندثار وينشرها أكثر في المحافل، لهيك هو بيركز على الفصحى بمسرحياته وبعمله مع طلابه بالمسرح. ومن هون بيكون الأستاذ سعيد حملنا للسؤال عن وجوده كأستاذ بمجال التمثيل، وقالنا إنه بدأ بعمل دورات تمثيل ومسرح للأطفال والفتيان بمحيطه، أما بداية 2000 توجه نحو تدريب وإعداد الممثلين، وبال2007 بدأ مع عمادة شؤون الطلبة بجامعة النجاح الوطنية كمدرب للطلاب بمجال الأنشطة اللامنهجية. شارك الفنان سعيد بعدة مهرجانات ومحافل محلية ودولية، وفاز هو وطلابه بعدة جوائز بهالمهرجانات. وعن الصعوبات بهالمجال بالذات، أكد الفنان إنه قضية الإنتاج بفلسطين خاصة تعتبر أكبر معيق للفن ببلادنا، واختصر هالمشكلة بجملة واحدة وقال: إذا ما في إنتاج صح ما في عمل صح. وتحدث أيضاً عن واقع الاحتلال اللي بيضيق قدرة الفنان على التعبير الحر، وهو بالذات تعرض لعدة مواقف بسبب عروضه وأفكاره اللي بيشارك الناس فيها بكتاباته. ولما سألنا عن جديده أعلن إنه بدأ تصوير كفر اللوز 2، وعن أعمال المسرحية صرح إنه عم بيشتغل على مسرحية مع طلابه اسمها الصفقة. طبعاً الكلام عن أستاذ سعيد بطول، والحكي عن إنجازاته ما بيخلص، فهو موسوعة بالفن، وبنفخر كفلسطينيين بوجود شخص بهالفكر الراقي والهمة العالية وخاصة بمجال الفن. شرقية أحمد فهمي تعرضه للهجوم. واجه الفنان أحمد فهمي هجوم شديد من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي بسبب تحكمه وغيرته الشديدة بزوجته ومنعها بالغناء. هالهجوم صار بعد أن ظهرت زوجته بمقطع فيديو مصور خلال استضافته ببرنامج أنا وأنا ومع الإعلامية سمر يسري المذاع عبر قناة أون إي المصرية. أنت اختلفت جداً في كل حاجة، وأنا فخورة بيك أن أنت تطورت التطور ده سواء على مستوى الشغل أو حتى كزوج وأب، بقيت حد أنضج كتير من الأول. أولاً أنت شرقي قوي، أنا ما كناش نعرف عنك كده، ولا أنت وحش كاسر ولا إيه بالظبط يعني؟ لا أنا شرقي جداً، لو هي الشرقية كده يعني. تبك الرجل شرقي يعني بغير
ما بقبلش حاجات. من جانبه رد فهمي على الهجوم برسالة شديدة اللهجة عبر صفحته الشخصية على تويتر، كتب: مش قادر أتخيل كمية المرض والحقد الموجودة عند بعض الناس واللغة السوقية في الحوار، حياتي الشخصية ملكي أنا. كما كتبت أميرة زوجة الفنان عبر صفحتها على الإنستغرام: للأسف العيب على البرنامج والقائمين عليه إنهم أخذوا جزء من إجاباتي على الأسئلة وشالي إني قلت أنا دلوقتي بشتغل وبغني وإنت بتدعمني وبتشارك معايا بالحفلات. واستكملت: برنامج غير مهني، قايم على الضغط وعلى جمل معينة في الحوار والضغط على الضيف والتدخل في حياة الناس. واختتمت: البرنامج غير هادف وغير مهني. أميرة زوجة الفنان تحدثت بفيديو عن تحكماته فيها ومنعها من الغناء ومطالبة لها بقطع علاقاتها بالزملاء الرجال. هالفيديو كان محور الحديث والانتقاد لأنه هو برأي الجمهور بهالتصرف كان رجل شرقي وما عمل مساواة بين خياراته وخيارات زوجته. المغنية الشابة جنة تثير عاصفة من الانتقادات بسبب الحجاب. تسببت صور عدة للمتسابقة المصرية الشابة جنة الجندي بالحجاب بإثارة عاصفة من الانتقادات اللي طالتها مع أسرتها بزعم إنها خلعت الحجاب خصيصاً من أجل الانضمام إلى منافسات الموسم الثاني من برنامج The Voice Kids. ولكن جنة ارتدت الحجاب فترة أقل من شهر وقامت بخلعه قبل الالتحاق بالبرنامج. مصدر مقرب من جنة الجندي الموجودة حالياً ببيروت للتمهيد لمرحلة العروض المباشرة من البرنامج قال إنه جنة قدمت احتفالات يوم الأم الماضي وكانت من غير حجاب، واختارتها الإدارة التعليمية في دمياط للغناء في الحفل باعتبارها واحدة من أفضل الأصوات في المدارس، لكنها اختارت ارتداء غطاء الرأس في شهر يوليو الماضي وقامت بتجربته أقل من شهر وتراجعت عن هالقرار بخاصة إنها لازالت صغيرة بالسن. المصدر نفسه نفى وجود أي ضغوطات من إدارة برنامج The Voice Kids، وخاصة إنه النسخة المخصصة للكبار من هالبرنامج شهدت مشاركة المتسابقة الأردنية نداء شرارة بالحجاب من ضمن فريق الفنانة شيرين عبد الوهاب من دون أزمات. في عيدها 31، ما الذي يمنع ياسمين صبري من أن تكون نجمة صف أول؟ احتفلت الفنانة ياسمين صبري يوم الأحد بعيد ميلادها 31. حصدت نجاح باهر خلال فترة قصيرة وكانت موضع نقاش وحديث على مواقع التواصل الاجتماعي. تحدث عدد من النقاد عن مقومات نجاح هالفنانة وقالوا إنه عندها المقومات اللي تخليها نجمة صف أول بوقت قصير. وأكد الناقد الفني طارق الشناوي إنه الفنانة ياسمين صبري أكثر فنانة مؤهلة بجيلها لأنها تكون الفتاة الأولى، لأنه الدراما بتنعاني بالوقت الحالي من عدم وجود أمثالها. وأضاف: رغم امتلاك ياسمين الموهبة والحضور ما قدرت تكون بالصف الأول، ولكن لو صادفت المخرج اللي يبرز موهبتها من الممكن أن تصبح الفتاة الأولى. ووضح إنه نجمية ياسمين ما ظهرت من خلال عمل فني بيظهر موهبتها حتى الآن، وتابع: ياسمين صبري عندها فرصة كبيرة لتحقق النجومية وعليها وحدها أن تثبت وجودها باختيار أعمالها. هل ستعود زينة للبطولة المطلقة برمضان 2018؟ بعد نجاحها بخطف أنظار الجميع بشخصية الصديقة الخائنة بمسلسل لأعلى سعر، قررت الفنانة زينة العودة للبطولة المطلقة وبدأت مفاوضات رسمية مع شركة العدل جروب لوضع تفاصيل كاملة لمسلسلها المنتظر لموسم الدراما رمضان 2018، علماً أنه زينة سبق وقدمت بطولة مطلقة عام 2016 بمسلسل أزمة نسب، لكنه ما صادف النجاح الكبير اللي حقق دورها كممثلة مساعدة مع النجمة نيلي كريم. زينة عقدت اجتماع مع المنتج جمال العدل وشقيقه المؤلف مدحت العدل وتم الاتفاق رسمياً على منح البطولة المطلقة بموسم دراما رمضان المقبل، على أن يترك لها حرية اختيار المؤلف والمخرج، خاصة أن الكاتب الدكتور مدحت العدل عم يتفرغ لكتابة مسلسل آخر من بطولة النجم محمد رمضان وما حيقدر يسعفها بنص لمسلسل خاص فيها.
مشاركة الفنانة كارمن سليمان متابعيها عبر مواقع التواصل الاجتماعي بصورة مع طفلها الأول بتجمعها بزوجها الملحن مصطفى جاد عبر حسابها الشخصي على موقع انستغرام. ما ظهر بالصورة وجه طفلها، بس ظهر من الخلف وهي بتحمله، وعلقت على الصورة بأول وصية للطفل الصغير من والديه. كارمن قالت برسالتها المشتركة مع زوجها مصطفى: إلى طفلي، عايزينك تعرف إنك هدية من الله، وأنت أول طفل غالي وعزيز علينا، وأول حاجة وعايزينك تعرف إننا بنحبك جداً وهنفضل نحبك. إحنا عارفين إن العالم مش شيء سهل، لكن مفيش داعي للخوف، إحنا دايماً هنفضل معاك وجنبك، بنصلي لربنا علشان تكبر وتبقى رجل قوي وعطوف. ربنا يحميك دايماً. أهلاً بيك يا زين بعالمنا من ماما وبابا. صورة أميتاب باتشان تعرضه للاتهام. أثارت صورة سيلفي للنجم الهندي أميتاب باتشان وابنه وزوجته مع عدد من نجوم بوليوود السخط والغضب في العالم العربي، كونها التقطت مع رئيس وزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وزوجته. التقطت الصورة خلال زيارة نتنياهو للهند، نشرها عبر حسابه على موقع تويتر وعلق المتحدث باسم رئيس الوزراء للإعلام العربي على الصورة عبر تويتر قائلا: رئيس الوزراء في صورة سيلفي مع كبار الممثلين الهنود في بوليوود، وعلى رأسهم الفنان الكبير أميتاب باتشان ونجله وأشواري راي. نتمنى أن نشاهد أفلام بإنتاج مشترك هندي وإسرائيلي، وامتد الغضب إلى الهند. كتب الفنان الشهير أغار خان تغريدة توجه بها إلى أميتاب باتشان وقال: إنه قاتل، قتل الكثير من الأبرياء والأطفال، واليوم فقدت احترامك أنت وجميع من في الصورة. فنانات هوليوود في مسيرات ضد الرئيس الأمريكي ترامب. نظمت آلاف السيدات مسيرات اعتراض في ولايتي نيويورك وواشنطن بالتزامن مع الذكرى الأولى لصعود دونالد إلى الحكم، وشاركت عدة فنانات في المسيرات اللي تجاوزت أعدادها الآلاف، ارتدوا القبعات الوردية اللي ارتدوها من قبل بالاحتجاجات العام الماضي اللي تم تنظيمها بعد تصنيف وتنصيب دونالد ترامب رئيس خلفاً لباراك أوباما. أكدت الممثلة الأمريكية سكارليت جوهانسون واللي شاركت بالمسيرات العام الماضي كمان أنه ما تقوم به النساء الآن يعطي الأمل لكي يدافعن عن حقوقهن ويطالبن بالمساواة. وانضمت إلى المسيرات الممثلة إيفا لونجوريا، كاميرون دياز، وجينيفر لورنس، إليزابيث بانكس، إيفيا مون وغيرهم، والمغنية البريطانية أدل اللي نشرت صورة لإلها على إنستغرام وأكدت فيها أنها فخورة كونها امرأة، وأنه أغلب الشخصيات اللي كان لهم تأثير كبير على حياتها برضو سيدات. وقالت الفنانة البريطانية أنها بتسعى لتربية ابنها ليكون رجل صالح يقدر المرأة ويعي أهميتها بالمجتمع. لجأ عدد من النجوم إلى منصات التواصل الاجتماعي وخاصة عبر تطبيق إنستغرام للتعبير عن التضامن مع المسيرات النسائية. ومع هالخبر مشاهدينا منكون وصلنا لنهاية حلقتنا لليوم. نتمنى لكم نهاية أسبوع سعيدة. انتظرونا الأسبوع القادم بنفس الموعد، بنلاقيكم بألف خير.